رحل أسطورة الكوميديا، رحل الفنان سمير غانم بعد عمر من العطاء الفني. هو سمير يوسف غانم، ولد في 15 يناير لعام 1937 بمحافظة أسيوط، وبالتحديد في قرية عرب الأطاولة. ترك محافظته وسافر إلى القاهرة للالتحاق بكلية الشرطة تحقيقاً لحلم والده، ولكن لم يشأ القدر أن يستكمل مشواره في الشرطة ليحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية. وهنا تدخل القدر مرة أخرى ليغير مشوار حياته، ليتجه إلى عالم الفن بعد أن قابل الفنان وحيد سيف وعادل نصيف، وشكل سوياً فرقة سكتشات غنائية تقدم عروض على المسرح في الإسكندرية. ورغم أن الفرقة لم تستمر طويلاً، فإن الحياة كانت تخبئ له الكثير من المفاجآت والنجومية، فتعرف على أصدقاء المسيرة جورج سيدهم والضيف أحمد، واستكمل سوياً فرقة ثلاثي أضواء المسرح الأكثر شهرة حينها، وتألق فيها سمير غانم بسكتشات كوميدية مميزة تقدم بطريقة ارتجالية. وبعد وفاة الفنان الكبير الضيف أحمد انحلت الفرقة، وأكمل الراحل رحلته مع جورج سيدهم وقدم العديد من المسرحيات، وكانت أشهرها المتزوجون. مين فينا يقدر ينسى سمير غانم وهو بيقول أنا عبد السميع اللميع، ولا إفيه امسحي دموعك يا أمال؟ وفي مسرحية المتزوجون لما كان بيقول لينا دي احنا غلابة قوي يا روحي. مسيرة كبيرة حقق من خلالها الفنان سمير غانم شهرة كبيرة في المسرح وفي السينما وفي التلفزيون، أضحك من خلالهم الجميع وأحزنهم بخبر وفاته. الله أكبر، الله أكبر. جنازة مهيبة حضرها الكثير من نجوم الفن والمجتمع، حزن وانهيار وبكاء، ووسط كل هذا غابت دلال، فهي حتى الآن لا تعلم بخبر وفاته، حيث أخفت عنها أسرتها الخبر خوفا عليها. فدلال عبد العزيز التي كانت هي أول الحضور في جنازات الفنانين غيبها فيروس كورونا عن جنازة زوجها. بقاء لله يا جماعة. حلوة الضحكة اللي يعني بندور له على أي مشهد تراجيدي مش لاقيين. النهاردة كان أصعب مشهد تراجيدي النهاردة ومبارح. عمره طول عمره في حياتنا مقالش كلمة أي حاجة وحشة لحد، الله يرحمه وربنا يساعده زي ما ساعدنا. يعني ربنا يأثر موته على فن الكوميدي. لا 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 هيأثر كل العمود من عندنا. الناس بتروح أكيد بيأثر علينا كلنا. راجل خدم الفن 60 سنة
60 سنة نجاح، ادى الابتسامة للناس، ادى الفرحة للناس، وهو كإنسان عفوف غالي علينا في الدنيا، ولما بتبقى في حاجة مضايقاني كنت بكلمه وكان بيديني فرحة. الله يرحمه، أنا حزني شديد أوي أوي عنه. بس هيفضل بقى قدام الهام. تقولي الفنان الكبير تقولي له ايه النهارده؟ طبعا الله يرحمه، هو فنان كبير وعظيم واحنا مش هنعوضه ابدا ابدا، اعظم فنان كوميدي بره على مصر، ومن اجمل البني ادمين كانسان بقى، يعني اكتر انسان خلوق، عمرنا ما سمعنا مشكله معاه. انا عشت معاه اجمل 10 5 سنين في مسرحيه، ما كنتش يعني كنتش اتصور ان انا ممكن اقعد في عمل 5 سنين، لكن انا قعدت فعلا حبا وسعاده بوجود سمير غانم. الله يرحمه، ربنا يرحمه، احنا فقدنا خساره كبيره جدا لمصر، ربنا يرحمه. مسكين المسيح جلاله، انسان خلوق، انسان مثالي في كل شيء، في الاستوديو، في التعامل، انسان محترف جدا وراقي جدا، وانسان جدا وفنان كبير يعني. حاله الفنانه دليل عبد العزيز، هل عرفت خبر وفاته ام لا؟ لا، سبب الوفاه يا فندم كورونا ولا حاجه؟ لا مش كورونا خالص. ايه سبب الوفاه؟ هو كان مريض كبير كده يعني، حاجه كده يعني. فكفايه البسمه اللي هو رسمها على وشوشنا، ندعي له كلنا بالرحمه، ندعي له كلنا بالرحمه. لا هو 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 اساسا ربى ناس، هو كان من حلاوته انه كان بيخلي ناس تقول، ما كانش بيقف ان في ممثل يعني قال افيه فيقول له ما تقولش بتعصب. هو هو انا اتعلمت منه ان ساعد الاخر، هو واستاذ محمود عبد العزيز، استاذ نور الشريف، الناس دي ناس مش هتتعوض. سمير غانم في القلب، ولازم يتكرم كل سنه على كل دقيقه على كل حاجه حلوه عملها لنا. انا واحده من جمهوره يعني، انا واحده من جمهور. فقدنا اسطوره الكوميديا، فقدنا يعني فقدنا يعني قيمة كبيرة جدا يعني. أستاذ سمير غانم عبر مسيرة طويلة يلا يعني ابتسامة لم تفارقه، وأعتقد إن في مخلوق دائما أستاذ سمير غانم كان محب للجميع، عنده طاقة حب وطاقة إيجابية، وعلاقته بالآخرين عمره ما جاب سيرة حد، علاقته بالآخرين عظيمة. مسيرة فنية يعني مشوار انا بعتبره احد رموز الكوميديا في العالم العربي او في العالم كله. عشنا معاه من زمان جدا، عشنا كل احلامنا وكل طموحنا مع الفنان الكبير سمير غانم. النهارده يوم حزين جدا يعني، كل مصر وكل الوطن العربي زعل يعني بجد، مفيش حد، كل السوشيال ميديا كانت زعلانه، كل الناس كانت زعلانه، ويعني ربنا يا رب يرحمه كل الناس دعاه له. قال الله ربنا يكون في عونهم، وربنا اول ماما دلال بالسلامه باذن الله يا رب، ويعدوا المحنه دي على خير، وربنا يصبرنا جميعا يعني. رحل فطوطة وبقيت سيرته العطرة تعيش الأجيال، فمن يعيش في أرجاء الوطن العربي حاليا ولا يعرف فطوطة؟ حزن خيم على الجميع، ليس أهله وأحبائه والمقربين فقط، بل امتد الحزن لخارج الحدود المصرية وانتقل للوطن العربي أجمع. وفي لفتة إنسانية تعود عليها المصريين من قائدهم، نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلمات حزينة الراحل سمير غانم قائلاً: رحم الله الفنان الراحل وألهم أسرته الصبر والسلوان. وبمجرد إعلان خبر الوفاة انهالت كلمات النعي من أصدقاء المسيرة، وكان في مقدمتهم الفنان عادل إمام، فنعى صديقه الراحل قائلاً: مع السلامة يا حبيبي، الله يرحمك. وفي ظهوره الأول انهار شقيق الفنان سمير غانم عقب دفن جثمانه في مقابر الوفاء والأمل، ووجه له بعض الكلمات المؤثرة. وانهارت ابنتي الفنان الراحل سمير غانم أثناء تشييع جثمان والدهم لمثواه الأخير: مع السلامة يا سمورة، وداعا يا ضحكة مصر. Okay.
على مدى عقول وسنوات وحفظ مكانه كبيره في الناس فاحبه الناس وبقدر ما احبه الناس فقد حجم الناس اليوم حزنا عميقا لفقده. اللهم انا نسالك بعبدك المفتقر الى رحمتك النازل مفتاح كرمك وجودك عبدك سمير غانم ان تتغمده بوالده برحمتك ومغفرتك وان ترفع في الجنه درجته. اللهم اغسله بالماء والثلج والمرض. اللهم نقيه من القضايا كما ينقى الثوب الابيض مساء. اللهم باعد بينه وبين القضايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم امن روعته وآلف وحدته وتقبل حسنته واسكنه جنات النعيم. اللهم ارفعه الى صحبه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحمل اولئك رفيقا. اللهم اجعل نفوذه عليه ونزوله في ساحته. اجعل هذا اليوم سعاده ابديه دائمه له وارفع درجاته في جنات الخلد يا رب العالمين. وانزل الصبر والسكينه والسلوان على قلوب امينه والرجل والوليد وعلى قلوبنا جميعا وعلى كل قلب مأذن بفقده ورحيله. اللهم اجعله من اصحاب الرسول اللهم اجعله من ورحمتك جنات يا جبال.